أحمد حداد، مش عارفة ده انطباع ولا حقيقة، يبدو أنك شخص غاية في الحساسية والرقة. مش لازم الواحد يكون اتعامل معاك، بس لو لما يشوف اللي انت كاتبه ويشوف الرسائل اللي انت بتوجهها لأشخاص ودعتهم، مش بالضرورة تكون تعرفهم. يعني مثلا انت موجه رسالة لشيرين أبو عقلة، الشهيدة الرائعة اللي أصابنا كلنا حزن وغم وهم وألم لما استشهدت في وقت سابق. أنت بعت رسالة قصيدة للدكتور محمود اللوزي، مش عارفة أسرته طبعا شافت القصيدة ولا لأ، بس قد إيه حاسة كده إن أنت لازم تسلم على الناس اللي أنت بتحبهم حتى لو ما كانش في علاقة مباشرة. الشهيدة شيرين أبو عقلة ما كنتش أعرفها طبعا، بس هي دي الخبر هو طبعا أثر فيا جامد جدا زي ما أثر فينا كلنا. يعني حسيت إن أنا رغم إن أنا ما أعرفهاش إن في حد قريب اتاخد كده غدر كده، وحد مش بس قريب، حد كنا بنثق فيه آه يعني من سنوات، من وإحنا لسه في الدراسة كنا نشوف شيرين أبو عقل، يعني ختمت جوانا ختم من الاحترام والثقة. رحمه الله. أنت ودعتها 11 مايو 2022. هو مثلا لما جيت أكتب عن جدي، جدك مين فيهم؟ سواء فؤاد حداد أو صلاح جاهين، ما هو طبعا كان بعد وفاتهم بكتير. انت دي واحده من اشكالياتك يا احمد في البدايات، انه طول الوقت ايه لما يستضيفوك عايزين يكلموك عن جدك ده وجدك ده، انت هم توفوا وانت صغير جدا. كان عندي 17 يوم هنا. هو توفى وانت عندك كام سنه؟ لا هو صلاح جاهين توفى كنت عندي لا سنه وشويه. لا دي دي راجل، دي سنه 84. لا ايوه كنت راجل، كنت في الجامعه. ده صغير جدا. انما فؤاد حداد توفى قبل انت ما تتولد. لا كنت اتولدت، كان بس ما كملتش سنه اهو. ده انا انا وفؤاد حداد، وهنا يحيى وبابا امين حداد. فانا حسيت ان دول شبه بعض فحطيتهم مع بعض. يعني ما عصرتهمش، بس هي الجينات فضلت ماشيه في العيله. أيوة. كلها. من غير ما نقول تفاصيل القصائد، ايه احلى حاجه بتحبها لفؤاد حداد واحلى حاجه بتحبها لصلاح جاهين؟ اكتر حاجه بحبها لفؤاد حداد مسحراتي طبعا، واكتر حاجه بحبها لصلاح جاهين رباعيات، لان الرباعيات لان دي عند صلاح جاهين فيها كل حاجه. وطبعا عنده حاجات تانية بس يعني فيها شموليه اكتر، وبرضه الشموليه والحاجات الكتيره عند فؤاد حداد في المسحرات. يعني هو قال كل حاجه في المسحراتي، وصلاح جاهين قال كل حاجه في الرباعيات. نختم برباعيه وكانها اهداء منك لصلاح جاهين، جاي الاحساس ده. محارب. مش عايز ابقى في محرابك محارب، انا دقت ياما واكتفيت من التجارب، فتحت قلبي كتير وكتير بصيت في عينك وانتي تملي سايبه الباب موارب. 2 مايو 2023. استراتيجيه القهوه وقصائد اخرى، الديوان الاخير لاحمد حداد اللي مليان مشاعر وكلام سلس وجميل، معجون بتامل في ليالي الشتاء وفي تحويجه القهوه. الشاعر احمد حداد. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.